محمود من قناة دولك. أعرفكم على الصديقة اللي تعرفت عليها النهاردة دي، هانم مين. بس ربنا يرزقكم كده بصديقة أمورة زي دي. ماشي، حلقة النهاردة عن الوظائف، نقولي الوظائف الدنيا في أوكرانيا وروسيا. لازم نسمي المسميات بأسماء. الوظائف الدنيا يعني انك انت تشتغل في يعني في مطعم، في كافيه، تعمل شاورما، تكسر شارع، تلم جليد، تشتغل شيال، عتال، كل الوظائف اللي هي المختلفة اللي بيعدي عليها مصريين كتير من الاخر وعرب. طبعا مش كل العرب بيضطروا انهم يشتغلوا الشغلانات دي. في ناس بتيجي باراشوت كده معاه يعني مبلغ يستثمره وبيخش على طول في المشروع اللي هو عايزه. انا ما بتكلمش على دول، انا بتكلم على الوظائف الدنيا في اوكرانيا وروسيا. سمينا الحاجه باسمها، لكن الوظائف دي بقى ماذا تعني؟ هل الوظائف دي بتعكس الحقيقه بتاعه الشخص اللي قدامك، مثلا اللي هو شغال في كافيه او في مطعم او في فندق او اي حاجه؟ اللي شغالين الوظائف دي ممكن يكون باشا في نفسه، ممكن يكون محقق حاجات كتير انا شخصيا ما حققتهاش، ممكن يكون احسن مني في حاجات كتير، اتعلم بقى رياضي، بقى 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 يعني اتعلم لغات كتير، عنده اسره كبيره ما شاء الله، عنده 4-5 عيال، عمل انجازات في حياته. ما هو الانجاز ايه غير ان انت تتجوز، تخلف، تعمل اسره كبيره، يبقى عندك بيت ملك، يبقى عندك عربيه، يبقى عندك يبقى عندك يبقى عندك الاملاك دي والحاجات دي، هي دي مقياس الانجاز الحقيقي. فانت لو انت الانجاز ده اللي انت محققه بيكفيك وبيرضيك وشايف ان انت مش بس انت اللي شايف ان انت مرتاح، لا، الاخرين اللي حواليك متاكدين وعارفين وشايفين ومقيمين ان ده فعلا انجاز كبير. في ناس بقى يقول لك بص، مهما رحت، مهما جيت، مهما عملت، انت هتفضل مثلا جرسون، انت شغال جرسون، انت طباخ، انت فواعلي، انت نقاش، انت مش عارف ايه. لا معلش، هي ممكن هو ظاهرين قدامك الوظيفه دي وظيفه دنيا نسميها باسمها، لكن هو شخص متدني، لا ده شخص محترم جدا وحقق حاجات. بقول لك يعني انا وغيري ناس كتيره ممكن بقى لنا سنين اطول منه في روسيا او في اوكرانيا وما حققناش اللي حققه. ممكن جاب شقه انا ما احلمش ان انا اشتريها، مثلا حاجه مثلا ب 12 مليون روبل مثلا ولا 15 مليون روبل. فالناس دي ممكن يكون مكسبه كبير جدا وانت بس مش عارف. ممكن هو معاه كاش، معاه مبلغ كبير واشترى بيه واستثمر وانبسط، وهو كان برنس في بلده او عنده املاك. ان عنده املاك وانه عنده وعنده وعنده، ممكن ده مش منعكس على شكله، ممكن ما بيلبسش كويس، ممكن لبسه بلدي شويه وانت قيمته كده وقلت بص ده شكله واد عيل بقى اي كلام، ده شغال يا عم في مطعم ولا شغال في سفرجي ولا شغال ايه، ولا ده مبلط ايشاني. للناس اللي فاكره الايشاني، عارفين الايشاني ده ايه؟ المهم يعني حاجه كده كانت قبل السيراميك وقبل الرخام وقبل الكلام. فيبص لك من هذه النظره ويقول لك ده الراجل ده مستحيل يكون عنده الحاجات دي، ده تلاقيها بتاعت مراته، ده تلاقي مراته هي اللي جايبها له، ونبتدي بقى المعايره والمش عارف ايه، مع ان هو الراجل ممكن يكون لا منظر ولا قال اي حاجه. نيجي النقطه بقى اهم من دي، طب واللي بيتمنظر، اللي هو يقول لك انا عندي وعندي وعندي، وممكن 3/4 الحاجات دي فعلا بتاعته، وممكن 3/4 او كلها مش بتاعته وبيتمنظر بيها. طب يبقى هو عنده نقص محتاج ان هو يبينه قدامك، وفي نفس الوقت بيستفز المشاهدين. لو هو عنده قناه يوتيوب يستفزهم بقى انها عندي وعندي وعندي، يقولوا لا انت بقى ايه الحاجات دي، انت بتشتغلنا ورينا العقود. يطلع يوريهم العقود، والله بتاعتي، ويضرب ورقه كده اي كلام. ما هو يقول لك ما حدش بقى عايش معانا في روسيا، فان ايه نجيب اي ورق والسلام. وكل ده على ايه؟ انت اصلا مش مطالب انك توري حد حاجه، بس هي الفكره ان هو استفز والمشاهدين استفزوا وبقت حرب، ومهما توريهم برضه مش هيصدقوك. ومهما يكون عندك او مش عندك، ده لا يعني شيء لاي حد ولا هم يعنوك في حاجه. فالناس اللي هي بتستفز بالحاجات دي يعني حاجه تضحك، حاجه غلب يعني ذهني، هم ذهنيين ناس على قدها شويه، بتستفز من اي حاجه بسيطه. المشاهد ده اللي عمل لك كومنت مضايقك شويه، ده شويه ويروح يعني، ما هو مش قاعد لك،
مش واحد بيكرهك، مش واحد عارفك ومتربص بيك بس. فيعني ايه، ممكن يعلق لك كومنت جامد جدا يحسسك ان هو مركز معاك قوي، وبعد كده ترد عليه مثلا عايزه يرد عليك تلاقيه ما بيردش ونام مات بقى لمدة للأبد ما بيردش خالص. فده يعني لك ايه، ده واحد فيرتشوال كده ملوش يعني ملوش وزن، ملوش حاجة معنوية تشوفها قدامك. فلا انا استفز الناس ولا حد يستفزنا. مش عايز اقول للناس اعملوا زي، انا لا بقول عندي ولا بقول ما عنديش، لا بقول بشتغل في كذا ولا بقول ما بشتغلش في كذا، ولا بعيب على غيري ولا بعيب على نفسي. ولا في ناس مثلا بتسبق عيب على نفسه، يقولهم يا عم انا راجل غلبان، انا راجل على قد يا عم وبتاع. لا بعمل انا كده، لا بتواضع زياده عن اللزوم ولا بتفشخر زياده عن اللزوم. فاللي عايز يعمل زي يعمل، اهلا وسهلا. انا مش هزعل لما الاقي حد بيقلدني مثلا ولا بيعمل زي. نرجع لنقطه الوظائف الدنيا. في ناس كتير من اللي هم شغالين الوظائف دي زي ما بقولك محقق حاجات كتير. طيب الحاجات دي حققها من شغلانته اللي انت شايفها دي؟ ممكن ممكن المكان اللي هو شغال فيه، وده حقيقي فعلا، مصريين كتير اعرفهم من المكان اللي هو شغال فيه بيعمل بيزنس حاجات تانية. هو مش مطالب ان هو يحكي لك كل المدخول بتاعه او الانكم بتاعه جاي منين، ما دي مش قصتك، وهو مش ملزم ان هو يديك تقرير ضريبي او اثبات دخل او رصيد حساب ارصدة. كل الكلام ده مش بتاعك كمشاهد يعني، او مش بتاع الطرف التاني اللي بيتكلم هو معاه. فبنشوف ناس كتيرة في روسيا، انا ما بسألش شخصيا بتشتغل ايه، اي حد بقابله ما بسألوش انت شغال ايه ولا جبت فلوسك منين ولا اشتريت العربية دي منين. وده المفروض الناس ذوقيا ثقافة العرب المحترمة ان احنا بنحس بالاخر، وفي عندنا ذوق، والذوق ده يحتم عليك ان انت تحترم رغبة الاخر. ممكن هو يكون شغال شغلانة كبيرة محترمة بس ما عادي بيحكيش عليه، مش عايز يحكي عليه، ما تستفزوش وتضطره ان هو يحكي. فانت ايه ده يا ابن اللذينة، هو انت كده، طب ما تزبطني معاك. فهو يمكن ما بيحكيش عشان ما حدش يقوله زبطني وشغلني عندك وخد السي في بتاعي. في ناس كده، فاحترم رغبته، لان انت هتضغط عليه هيقولك انا شغال في كذا، هتقوله زبطني هيقولك ماشي ويركبك الهوا ومش هتاخد منه حاجة. هو لو مش عايز يدي مش هيدي حاجة، مش هيشغلك، مش هيساعدك، مش هيعمل اي حاجة، لان هو مسبقا مقرر ذلك. في روسيا ناس كتير من المصريين وفي اوكرانيا كذلك بيبقى الوظيفة بتاعته ممكن تكون كويسة بس دخله ضعيف. ده بقى عكس اللي بنقوله. انت فكرك ان هو يا ما هنا يا ما هناك، بس هو الدنيا مزنقة عليه وعايش بالسلف، وكل شوية يبعت لأهله يا جماعة ابعتوا لي فلوس، انا الدنيا مقرصة معايا، انا كذا انا كذا. ممكن هو بيشتغل شغلانة كويسة ظاهرين قدامك بس بيقعد فيها شهرين ثلاثة، وبعد كده بيقعد في البيت ست شهور قدامها، فاللي جاي منها بيضيع الفترة اللي بعدها. في حد تالت بيبقى نوع تالت يعني، اللي هو بيبقى عنده دخل كويس، وظيفة كويسة، لكن هو متسلط عليه نفسه، كل شوية يعرف له واحدة يصرف عليها، هي ممكن ما تطلبش منه، هو اللي بيصرف عليها ببذخ وهدايا واضف لذلك في بنات انواع مثلا نقول ايه يعني سنكيح بالمعنى كده، ما لقيتش كلمة احسن من كده، سنكوحة. هي مجرد ان هي تعرفه تقابله مرة ولا اتنين تقول له ما تسلفني 10,000 روبل عايز ادفع الايجار، ما اصل ماما عيانة ما تديني 200 دولار، اصل بابا طلق امي فما تدي لي 350 دولار امشي نفسي بيهم، اصل انا قاعدة من الشغل، وحواديت كتيرة. فاللي هو بتستنزفه الشخص ده كل ما تطلب منه يديها، وهو ما خدش منها حاجة، لا اتجوزته ولا بتقوله بحبك ولا اي حاجة، يعني علاقة سلبية من طرف واحد هو بيحبها بيديها وكل حاجة، فمتسلط عليه نفسه، كل فلوس تجيله بيتم التفريط فيها وانفاقها بهذا الشكل الفاسد الغير رشيد. وممكن هي تروح لحالها بقى وهو يروح لحاله ويفترقوا، وتقول له خلاص انا مش طايقاك، واخيرا يقتنع ويعرف ان هم ان هي مش عمرها ما هتحبه، فبعدها يلاقي واحده تانية يصرف عليها برضه ويضيع الفلوس دي برضه. ممكن متسلط عليه نفسه ان هو مدمن خمور، مدمن سجاير، سيجار معين، في ناس كده. واحد متسلط عليه نفسه بقى، او يعني متسلط عليه عربيته
او مراته ناحلين وبره. ده بيحصل طبعا في الدول العربيه، موجود برضو في روسيا. ناس كتير يسترخص ويروح يجيب عربيه مثلا 200,000 روبل ولا 1,000، فيفاجئ ان انها خربة بيته، دفع 300 روبل بعدها في اول سنه تصليح وصيانه و و و و وقطع غيار. فمن هذا المنطلق في ناس ممكن ظاهريا حاجه وفي حياتهم الشخصيه حاجه تانية. ما تستغربش، ما تستعجبش، وخليك انت في نفسك. الاخرين ظروفهم صعبه زي ظروفك بالظبط، ولو انت ظروفك سهله الاخرين برضو كتير منهم ظروفهم سهله برضو. فلا تقارن ولا تزيد في الاسئله اللي ممكن تضايقك لو عرفت الاجابه، او ممكن تضايق اللي قدامك لو جاوبك. فما تضطروش ان هو يقول حاجه هو مش عايزها، او يضطر ان هو يكذب عليك. الوظائف الدنيا ما هياش اخر الدنيا، ما هياش نهايه العالم. ان انت خلاص الوظيفه دي اتكتبت عليك طول عمرك، ممكن تشتغل حاجه احسن، ممكن من نفس الوظيفه الصغيره تعمل بيزنس خاص يجيب لك مبالغ محترمه جدا، والمبالغ المحترمه جدا دي تحطك في مكان تاني في الكوكب، مكان تاني في المدينه، مكان تاني في العالم. انا قاعد جنب واحد تاني من مكان تاني، شوف شكله عامل ازاي. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.